وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر. سيد العامر، بداية هل لك أن تحدثنا عن أهمية الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد السعودي إلى مملكة البحرين في هذه الأثناء؟ أولا أمسي عليكم ومسي على المشاهدين الكرام. بلا شك أن الزيارة لها مدلولات كثيرة، ربما يكون أبرزها وأهمها أنها جاءت في ظل احتفاء البحرين بالعرس الديمقراطي والتي تكلل بالنجاح، وبلا شك أنه زيارة سمو ولي العهد السعودي هي مشاركة للقيادة السياسية وللشعب البحريني بهذا الإنجاز الديمقراطي الذي تحقق أمس. لو حبينا نتكلم عن العلاقات فهي العلاقات تتكلم عن ما يقارب من تمتد إلى الدولة السعودية الأولى، ولا ننسى أن الملك عبد العزيز أول زيارة من أوائل الزيارات كانت سنة 1930 للبحرين، وبالتالي في مضمونها وفي شكلها هي علاقات تتجاوز التاريخية، هي ممكن تصل إلى نموذج يحتذي به من التعاون بين الأشقاء على كافة المستويات. المواقف المشرفة للسعودية دائما ما تكون داعمة للبحرين في كل المجالات، وتجسيد للروابط والصلات القوية والعلاقات بين الدولتين. ولا شك أن زيارة سمو ولي العهد السعودي في ذي التوقيت لها مدلولات كثيرة، فهي تأتي في ظل في سبل التعاون على كافة الأصعدة، سواء كانت سياسية اقتصادية وحتى عسكرية. لا ننسى أن هناك من العقوبات التي فرضت على إيران، عقوبات أمريكية على فرضت على إيران، لا ننسى أن هناك أيضا تكلم عن تقدم للتحالف الوطني، التحالف العربي على الصعيد اليمني. نعم. ونتج عنها مؤخرا تحرير ميناء الحديدة الذي سمح للقوات اليمنية بالدخول إليه. وأيضا هناك تنسيق سياسي على كافة أصعدة في ظل الهجمة التي تعرض لها المملكة العربية السعودية، والتي تفدت لها ليست المملكة العربية السعودية بل أشقائها أيضا وأولهم البحرين. صحيح. واعتبرت أنه ما يمس المملكة العربية السعودية قيادة وشعب هو يمس بالمثل المملكة العربية البحرين قيادة وشعب أيضا. نعم. وبالتالي هذا العلاقة لو صورناها وكررناها قلنا هي نموذج، هي بالفعل نموذج للتعاون بين الأشقاء العرب. نعم. إذن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر، شكرا جزيلا لك.